حملتها فرح في أحشائها 9 أشهر لتأتي الطفلة ميلا إلى هذه الدنيا وتزين حياتها، إلا أن القدر شاء بأن تكون هذه الطفلة ضحية مرض نادر يعد من أخطر الأمراض في العالم. تترنح ميلا ابنة 7 أشهر تحت وطأة مرض قبض على نخاعها الشوكي، فأعيا حركتها وأجلسها مانعا إياها عن ممارسة حقها في المشي واللعب مع إخوتها مروان ومحمد. ترفض عائلة مرزوق الاستسلام للمرض. تحاول الوالدة من خلال تطبيق بعض التمارين أن تنشط عضلات ميلا وتساعدها على الحركة. تحمسيلي يا مامي، تحمسيلي. يلا. يعني أنا بس بتمنى بنتي لو تمسكني. بنتي تشدلي شعري، عرفتي؟ يعني أي أم هيك؟ طب بنتي تغمرني، أنا ميلا بحطها هيك بتضلها هيك. بنتي نزلت لها ألعاب الدنيا، جبت لها باربيات، المارش بيبيت، رجعت كلها وطلعت لها كل ما طلع لها لعبة خبي لها إياها، خلص ابكت. بين اليأس وعدم الاستسلام تعيش العائلة ظروفاً صعبة لتبدأ رحلة جديدة من البحث عن العلاج، والذي اكتشفت بأنه يكلف الملايين، فلجأت إلى الخيرين عبر نشر قصة ميلا على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المساعدة المالية. الدواء تبع SMA اسمه زولجينس، ما تكلفته كتير عالية، تكلفته 2,125,000 دولار. مزبوط التكلفة كتير عالية، بس أنا من خلال هالحملة عندي أمل كتير كبير إنه أوصل لهذا المبلغ. عارفة في عالم كتير طيبة، عارفة إنه هذا المبلغ ممكن يتحقق. صحيح هو كبير، بس يعني مبلغ لو كل واحد برع بشي بسيط بنوصل للمبلغ وبقدر جيب العلاج لبنتي. مضطرة أوصل للمبلغ لأنه ما في أم تقبل إنه بنتها هيك تعيش بهيدي الطريقة، ما فيني استسلم ابدا. رضياني بس بنتي من بعد هالدواء بس تقعد، رضياني بنتي من بعد هالدواء بس هيك تمشي على الفحم، ما بدي اياها تركض، ما بدي اياها تعمل انجازات، بس تقدر تعيش، تقدر تتنفس بشكل طبيعي، ما تعيش على اجهزة. بنتي ما بدي اياها تروح مني. ببقعة أمل تتمسك فرح، وبجرعة دواء قد تسمح لابنتها بأن تعيش حياة طبيعية. يا ربي ميلا تكبر وتصير أحلى سامية.